وجه المسيح كلاماً واضحاً ومباشراً بشأن مجيئه، وقد أفادنا بأمور مثيرة للاهتمام. لاحظوا ما جاء في كلمته: فأجاب وقال لهم: إذا كان المساء قلتم صحو لأن السماء محمرة. في ثقافتنا مقولة تنسجم مع هذه الآية، فنقول: إحمرار السماء ليلاً، مسرة البحارة دوماً. ونحن نفهم المغزى: إحمرار السماء ليلاً، مسرة البحارة دوماً. ويتابع المسيح قائلاً: وفي الصباح اليوم شتاء لأن السماء محمرة بعبوسة. ولنا مقولة تنسجم مع هذه الآية: إحمرار السماء صباحاً، إنذار البحارة دوماً. ونحن نفهم المغزى، فقد نشأنا عليه، ونحن نقرأ علامات الشمس، فإذا أحمرت السماء وصفيت نعمنا بيوم جميل في الغد. نفهم العلامات، والمسيح ذكرها. بل اسمعوا ما قال: يا مراؤون، تعرفون أن تميزوا وجه السماء، وأما علامات الأزمنة فلا تستطيعون. قال: تنظرون إلى السماء وتعرفون أحوال الطقس، بل تعجزون عن تمييز علامات الأزمنة. إن كان من شخص في تاريخ العالم قادراً على تمييز العلامات هو أنا وأنتم اليوم، فهي موجودة وواضحة، وسنناقشها في هذا اللقاء. علامات منحنا إياها الله بشأن مجيئه، وعلينا بفهمها، وعلينا بالحرص على أن قلوبنا طاهرة، وعلى أننا مستعدون لمجيئه. قال المسيح: عندما ترون هذه الأمور ومتى ابتدأت هذه تكون، فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب. قال: متى رأيتم هذه العلامات التي تتجلى أمامكم اليوم؟ عليكم أن تبتهجوا، عليكم أن تفرحوا، إذ حينئذ يقترب الفداء. وأنا أرجو عند انتهاء هذا اللقاء الذي يجمعنا أن تدركوا بأن العلامات التي تتجلى هي إشارات حاسمة بأن علينا جميعاً أن نكون مستعدين لمجيء الرب. هذا ضروري. سنبدأ بعلامة أؤمن أنها تؤثر بنا اليوم حتماً تأثيراً واقعياً جداً. نقرأ في الرؤيا الفصل 11 الآية 18: وغضبت الأمم فأتى غضبك وزمان الأموات ليدانوا. سيأتي هذا الزمان، ولتعطى الأجرة لعبيدك الأنبياء والقديسين والخائفين اسمك الصغار والكبار، وليهلك الذين كانوا يهلكون الأرض. هذه العلامة التي سنتعمق بها: وليهلك الذين كانوا يهلكون الأرض. علينا بدراسة هذه الآية. العلامات أحبائي التي أشارككم بها هي بنظري أقله عالمية، وهي تطال كل واحد، فتطالكم وتطال من هم على المقلب الآخر من العالم، وتطال من يسمعوننا عبر التلفاز أو عبر الراديو أينما كنتم في أي مكان من العالم. فهذه العلامات تطالكم. لا يخفى أننا نعيش في زمان كثر فيه الكلام عن الاحتباس الحراري والتفاصيل المتعلقة به، وقد تشكل فريقان للجدال حول الاحتباس الحراري. هذه العلامات لا علاقة لها بظاهرة الاحتباس الحراري، بل هي علامات تطالنا اليوم وستستمر في التأثير بنا. أولاً، نمو سكان العالم يطالنا جميعاً حتماً. فماذا يجري في هذا الصدد؟ فإذا نظرنا إلى الجدول وانطلقنا من البداية نفسها، علماً أن الخط الأفقي يشير إلى السنوات والخط العمودي يشير إلى عدد السكان بالمليارات، وإذا دققنا بالجدول يتبين لنا التالي: فقد استغرقتنا 1800 سنة ليبلغ عدد السكان المليار. اتفقنا، 1800 سنة ليصبح عديدنا ملياراً واحداً. اتفقنا،
راقبوا. إليكم ما يحصل أحبائي، إليكم ما يحصل الآن، اليوم. هكذا هي حال السكان. فلما أصبحنا ملياراً وانعطف المسار، استقام الخط صعوداً مذ ذاك. استقام، وحتى اليوم يبلغ عددنا 6,750,000 نسمة، والعدد في تزايد مستمر، فلا يكف يرتفع كل يوم. ماذا يعني هذا؟ يعني أن عدد السكان ينمو نمواً سريعاً لا نفهمه حتى. سأقرب لكم الصورة. بحلول عام 2050، أي بعد 40 سنة، سيبلغ عدد سكان الأرض 9.5 مليار نسمة. أتدركون إلى ما يشير هذا؟ يشير إلى أننا بعد حوالي 40 سنة سنشهد زيادة بنسبة 50% في عدد السكان، زيادة بنسبة 50%. تقولون وأين تكمن المشكلة؟ حسناً، متى تزايد عدد سكان أحبائي تزايدت الحاجة إلى الطعام. وهذا واقع حياتي بسيط، واقع يؤثر بنا، واقع يطالنا كجماعة. وهنا أتذكر قول يسوع في متى الفصل 24 الآية 22، قال: ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد. وفي هذا الاتجاه نمضي، وسأشرح لكم تأثيره علينا. الأرض يتهيأ لنا أحبائي أننا نمتلك الكثير من أراضٍ، بل لا يمكننا خلق أراضي. لا نوجد أراضي، فهي موجودة ولن تزيد. فماذا حدث لأراضينا؟ راقبوا ما حل بها. سبق واستعرضنا عدد السكان وقلنا إنه في تزايد مستمر. أما الخط الأخضر فيشير إلى المراعي والأراضي الزراعية، ومنها ننتج طعامنا، فهذه توفر لنا طعاماً. اتفقنا؟ وما تدققنا بالجدول نجد أن هذه الأراضي كانت بخير ولم يتغير فيها شيء، بل بقيت ثابتة حتى حلول عام 1900. وبشكل مفاجئ بدأ الخط بالهبوط، وبحلول عام 2009 تقاطع الخطان معاً. أتدركون ما يعني هذا؟ عندما يلتقي الخطان أحبائي، يعني هذا وجود مناطق اليوم لا يتوافر الطعام لسكانها، ما يؤدي إلى المجاعة. وهذه حالنا اليوم، إذ نواجه المجاعة حالياً لأن الخطين تقاطعا، وهذا ما يحدث كل الفرق. حجم الأرض اللازم لإطعام أمريكي وصيني، اتفقنا؟ لنطعم أمريكياً تلزمنا 3 فدادين من الأرض، لكل واحد منكم تلزم 3 فدادين من الأرض لإطعامكم. أما لصيني فيلزم فدان واحد. وبالمناسبة الصين استنفذت كل أراضيها الزراعية تقريباً، ولم يبقى لها شيء اليوم. في أمريكا نعم ما زلنا نملك أراض، لكن تذكروا فعدد السكان يرتفع، وتلزم 3 فدادين لإطعامكم، وإضافة إلى الفدادين 3 لإطعامكم يلزم فدان آخر من الأرض لتزويدكم حضارياً بطرقات عامة وفرعية. هل تدركون أن كل سنة، أصغوا جيداً، كل سنة قطعة أرض بحجم ولاية مين تردم بالإسمان؟
كل سنة تردم أرض في هذه البلاد، وبالتالي أرضنا شيئاً فشيئاً فشيئاً تستنفذ، وهذا ينطبق على كل أنحاء العالم. نعم، كيفما نظرنا إلى المسألة فلابد أن تترتب عليها عواقب، لابد أن تؤدي إلى نتائج. المياه، يزداد عدد السكان وتزداد معه الحاجة إلى المياه، مياه الشفا ومياه للاستخدام اليومي، فالمياه ضرورة. وأين نحن من المياه؟ كل فرد يستهلك حوالي جالون مياه في اليوم من مياه الشفا والمياه المخزونة في المأكولات، فكل منها يستهلك حوالي جالون مياه. بل أيضاً يلزم الواحد منا 500 جالون من المياه كل يوم لاستخدامه الشخصي. يلزمنا 500 جالون من المياه يومياً لري المزروعات وحاجات أخرى. كل منكم يستهلك حوالي 500 جالون من المياه كل يوم في أنحاء العالم. فبشأن المياه، هذا ما يحصل مبدئياً. ومن المياه المستخدمة حول العالم، حوالي 70% منها تستخدم للري، فالري يستهلك أكبر قدر من المياه، وتستخدم الصناعة حوالي 20%، وتستخدم البيوت حوالي 10%. هذه نسب استخدام المياه. ماذا يعني هذا؟ يعني أن كل أمريكي يستخدم حوالي 500,000 جالون من المياه في السنة. كل أمريكي يستهلك حوالي 500,000 جالون من المياه في السنة. إذن كيف يؤثر بنا هذا؟ لماذا هذا المحور مهم في حديثنا؟ أرجو أن تتخيلوا ما سأخبركم به، إذ سأحاول أن أشرح لكم ماذا يجري في العالم. سنقسم العالم رمزياً إلى 4 مجموعات، وذلك للدلالة على كمية المياه المستخدمة ضمن كل مجموعة. فيمثل اللون الأزرق الداكن أقل نسبة استخدام للمياه، أما اللون الأزرق الفاتح فيمثل البلدان التي يستخدم سكانها 20% من المياه المتوافرة، أما اللون الأصفر فيمثل من يستخدمون 40% من المياه المتوافرة، أما اللون البرتقالي من يستخدمون أكبر نسب. فراقبوا أمريكا الشمالية بالأزرق الفاتح، وراقبوا البلدان المختلفة بالأزرق الفاتح. العام هو 1995، وسأريكم ما ستصبح الخريطة عليه في سنة 2025. راقبوا كيف أن الولايات المتحدة انتقلت من اللون الأزرق الفاتح إلى الأصفر، فبلدان عديدة ستكون استنفذت أكثر بكثير من نسبة المياه التي تتلقاها. هذا ما نواجهه، وهذا ما يطال كل إنسان. أحبائي، يسود الكلام عن النقص بالنفط، لكنه لا يقارن بالنقص في المياه الذي نعانيه. وعلينا أن نفهم ماذا يحصل، ماذا يحل بعالمنا لناحية مخزون المياه. لا ندرك قيمة المياه حتى يجف البئر. والكلام لبنجامين فرانكلين. حسناً، لنناقش الآن الغابات الماطرة، ولا نسمع عنها الكثير. فيما مضى غطت الغابات الماطرة 14% من مساحة العالم، أما اليوم فهي تغطي 6%. فلاحظوا كم استنفذت. نعم، تقولون وأين المشكلة؟ في قطع الأشجار واستخدامها، أين المشكلة؟ أحبائي، الغابات الماطرة تتصف بأنها رئتا الكوكب،
وهي أكبر مصدر نمتلكه لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى أكسجين. ماذا حل بها؟ اسمعوا جيداً. مساحة 200,000 فدان من الغابات الماطرة تحرق كل يوم. مساحة 200,000 فدان تحرق كل يوم، فنخسر 150 فداناً كل دقيقة، ونخسر 78 مليون فدان كل سنة. هذه الأرقام تتعلق بأكبر مصادرنا من الأكسجين. هذا ما نفعله بكوكبنا. لذا يقول الكتاب: وتكون علامات في الشمس والقمر والنجوم، وعلى الأرض كرب أمم بحيرة، البحر والأمواج تضج. بحيرة، فكيف تتصرفون؟ كيف تتعاملون مع استنفاذ الأرض تماماً؟ كيف تتعاملون مع نقص المياه؟ مع استنفاذ مخزون الأكسجين؟ كيف ستتصرفون؟ بحيرة. والناس يغشى عليهم من خوف وانتظار ما يأتي على المسكونة، لأن قوات السماوات تتزعزع. هو ذا موقعنا اليوم، وهذه علامات عالمية تطال كل رجل وامرأة وطفل على وجه الأرض. الكوارث الطبيعية، هل لاحظتم؟ هل لفت انتباهكم ماذا يحصل فيما يتعلق بالكوارث الطبيعية؟ فقد ازدادت بنسبة 40% في العقد الماضي، ومعدل الموت جراء الكوارث الطبيعية قد تضاعف. هذا ما يحدث في حياتي وحياتكم اليوم، بحيث نشهد كوارث كثيرة. الأعاصير، نشأت أحبائي في أوكلاهوما، وأوكلاهوما مرتع للأعاصير. سأخبركم أمراً مستحيل أن تشهدوا، أصغوا إلي، مستحيل أن تشهدوا أعاصير في أوكلاهوما في أوائل فبراير. هذا مستحيل، بل شهدنا إعصاراً دمر مدناً وقتل أناساً، وهذا خارج عن طبيعة. فلم يحصل الإعصار في أوانه، بل حصل شيء ما خرج عن النظام. فالكوارث الطبيعية تحدث بشكل لم نشهد له مثيلا. يقول البعض: بل شهدنا لسنوات الكوارث الطبيعية. ليس خلال حياتي. أؤكد لكم أن الكوارث الطبيعية التي نشهدها اليوم هي مختلفة تماماً عما كانت عليه منذ 40 سنة. الزوابع قد ازدادت في العدد والسرعة منذ عام 1995. نحن في موقع اليوم نقف فيه وننتظر ونتساءل ما ستحمل لنا المواسم من زوابع، فقد ازدادت كثيراً. الزلازل في أماكن مختلفة. عام 2004 كان أكثر الأعوام فتكاً منذ أكثر من 500 سنة. فقد هلك 276,000 شخص جراء الزلازل. وبالمناسبة، في إحدى نسخ الكتاب نقرأ عن أماكن مختلفة تطالها الكوارث، وهذه إشارة للأماكن غير المعتادة. واليوم نشهد زلازل في أماكن لم نتصور أنها ستشهد زلزال. قال لي واحد أن علامات الزلزال
علامات تظهر على القمر. فالزلازل التي نشهدها اليوم هي إشارة إلى موقعنا. تسونامي المحيط الهندي هو الأكثر فتكاً في التاريخ. 250,000 شخص هلكوا في غضون بضع دقائق، قضوا. أتكلم عن كوارث طبيعية تحصل اليوم أحبائي، ولا أتحدث عن ظواهر شاهدناها قبل 100 سنة، بل أتحدث عما شاهدتموه في السنوات الأخيرة. من بينكم يصنف الحرائق ضمن الكوارث الطبيعية؟ فلم يخطر هذا التصنيف على بالنا، إذ الحرائق حوادث بنظرنا، فلم نسمع قط بحريق. نعم، كحريق كاليفورنيا اقتضى إجلاء 1,000,000 شخص. نعم، لطالما شهدت كاليفورنيا الحرائق فهذا أمر طبيعي، لكن ليس بهذا الشكل. أحبائي، لقد اجتازت حيث اندلعت الحرائق، وكانت النيران قوية جدا حتى أنها أذابت برادات. فاحتبست الحرائق كرات من النار كانت أحمى من أن توصف أو تدرك. حتى أستراليا شهدت أسوأ الحرائق، أكثر من 200 شخص خسروا حياتهم، وكل هذه الكوارث هي علامات، والحري بنا أن نصحو. فلا نقول بعد الآن لطالما حدثت، دعونا لا نستخف بها. هذه علامات على الأزمنة التي نعاصرها بالنسبة للمجاعات، وأنا أتحدث عن اللحظة الحاضرة وليس عن السنة الفائتة أو عن السنتين الفائتتين، بل أكلمكم عن الآونة الحاضرة. 13,000,000 شخص يعانون المجاعة، 13,000,000 يعانون الجوع، فلا طعام يكفي لإطعامهم، ما يصعب إدراكه. أذكر حين زرت هايتي، أنني وقفت أتأمل فتاتين صغيرتين مررتا يديهما في المجرور، راجيتين التقاطا ما تأكلانه، وقد أحبطني المشهد، فدخلت غرفتي ولم أخرج منها ليومين. لم أحتمل الفكرة، 13,000,000 شخص يموتون لأنهم لا يملكون ما يأكلونه. أتحدث عن الوضع اليوم الذي نعيشه، عن المجريات في عالمنا. كتب بولس لتيموثاوس فأخبره ببعض ما سيحدث، ووصف له الأيام الأخيرة، فصغوا إلى ما قال: ولكن اعلم هذا، أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة. هو يتحدث عن الأزمنة التي نعيشها أنا وأنتم قائلاً: ستأتي أزمنة صعبة. 2 تيموثاوس 3: لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم، ظاهرة شائعة اليوم، بل أصغوا إلى التتمة، محبين للمال. هل شعرتم بأنكم معنيون؟ فأنا أنذهل أمام أصحاب الأسهم في وول ستريت ولهفتهم القوية على جمع المال، حتى بعد أن قسى الكونغرس عليهم قائلاً: ارحلوا، لا تحتاجون المال، ودعاهم لمراجعة حساباتهم المالية وتسوية الأزمة الاقتصادية عبر اقتطاع بعض ممتلكاتهم وعلاواتهم الباهظة جداً، وقد استمع إليهم باهتمام
وسألهم عن التدابير، بل رفضوا أن تنقص رواتبهم عن $1,000,000. زماننا مطبوع بحب المال، لا أجد زمانا آخر فيه. صح هذا القول أكثر من اليوم، يحاولون إقناعكم ويحاولون إقناعي بأن المشكلة مع النفط هو النقص. حاولوا إقناعي بذلك، يا ليت أحد يقنعني، لأننا وإن بحثنا في المسألة نجد أن سعر برميل النفط قد انخفض في يناير، وسعر البنزين قد ارتفع، ويقولون أن هذا نقص. هذا غير منطقي، بل هو ينسجم مع أمر، وهو حب المال. هذا منطقي. متعظمين، مستكبرين، مجدفين، غير طائعين لوالديهم، غير شاكرين، دنيسين. هو ذا وصف لحالتنا. أتدركون أحبائي أن هذه حالتنا اليوم؟ أصغوا إلي جيداً، فواحد من أصل 100 أمريكي هو في السجن. فكروا بالمسألة، واحد من أصل كل 100 هو في السجن بلا حلو، بلا رضا، ثالبين، عدمين نزاهة، شرسين، غير محبين للصلاح. واللائحة تطول، وقد تصرفون ساعات تتأملون برذيلة واحدة من هذه الرذائل. خائنين، مقتحمين، متصلفين، محبين للذات دون محبة الله. الزمان الذي نعاصره اليوم مطبوع بحب الملذات دون محبة الله. لهم صورة التقوى، ولكنهم منكرون قوتها. فاعرض عن هؤلاء. هذه حالتنا اليوم، وكيف أثرت بنا؟ بالحقيقة في زماننا الحاضر، ولا أتكلم عن هذه السنة لأن الإحصاءات الأخيرة أجريت عام 2007، في عام 2007 36.1 مليون شخص في العالم شخصت إصابتهم بالإيدز. 36.1 مليون شخص. وأنا أقدر جدا كل المساعي للتعامل مع هذه المشكلة ولإيجاد علاج ما لها. وقد ظهر البعض على الشاشات ليقولوا إن العلاج الذي اعتمد لم يكن يساعد المصابين بل يؤذيهم. وواجهنا موقفاً صعباً. ما تأثير هذا على العالم عندما يكون 36.1 مليون شخص مصابين بالإيدز؟ كيف يؤثر بنا هذا؟ سأشرح لكم الرسم البياني. اللون الأزرق الفاتح يمثل الرجال، واللون الأزرق، ركزوا جيداً، الأزرق الداكن يمثل النساء، ويمثل الرسم ككل معدل الموتى، الأشخاص الذين يموتون. واصغوا جيداً، وتتراوح أعمارهم بين 15 و49. 15 و49، أتدركون على ما يدل هذا؟ هؤلاء هم الفئة العاملة، هؤلاء هم الذين يؤمنون لقمة العيش في بيوتهم. ولنلاحظ الفرق بين عامي 1900 و2000. أحبائي، فأكثر من 80% من الرجال الذين يموتون تتراوح أعمارهم بين 15 و49 سنة، ما يعني أن نسبة القوى العاملة تتدهور شيئاً فشيئاً. اليد العاملة تنقص تدريجياً، وسأعود بكم إلى الرسم البياني السابق. انظروا إلى النصف الجنوبي،
ففي أمريكا اللاتينية 1.4 ملايين شخص مصابون بالإيدز. أما في أفريقيا فعدد المصابين 25.3 ملايين. أما في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا فعديدهم 5.8 ملايين. ما أقصد قوله أحبائي هو أن هذه البلدان تواجه المشاكل لأن قواها العاملة تموت. هم يموتون فلا يبقى أحد ليعيل عائلاتهم. نحن نواجه مشاكل جمة. انظروا إلى الشاشة. الأشخاص الذين أصيبوا حديثاً بفيروس الإيدز عام 2007 يساوون 5 ملايين شخص. كما ذكرت أنا أقدر كل المساعي لمساعدة هؤلاء جسدياً عبر توفير الدواء وسبل العلاج الأخرى، بل ما يزعجني هو أن لا أحد يأتي على ذكر تغيير أسلوب حياة هؤلاء. فبعد الحد من انتشار الوباء ينبغي تغيير أسلوب الحياة، فعدد الأشخاص الذين يعيشون مع فيروس الإيدز يبلغ 36 مليون شخص. أما الذين توفوا جراء الإيدز عام 2007 فيرتفع عددهم إلى 3.1 مليون، فتكون المحصلة 21.8 ملايين شخص ماتوا جراء مرض الإيدز. حدثنا الكتاب عن الأوبئة، فجاء في لوقا: وتكون زلازل عظيمة في أماكن ومجاعات وأوبئة، وتكون مخاوف وعلامات عظيمة من السماء. كل هذا سيحصل، واصغوا إلي بإمعان. إذ جاء في الرؤيا، وكما سبق أن ذكرت فنحن نعيش في الفصلين 17 و18، تجار هذه الأشياء الذين استغنوا منها سيقفون من بعيد من أجل خوف عذابها، يبكون وينوحون ويقولون: ويل ويل، المدينة العظيمة المتسربلة ببز وأرجوان وقرمز والمتحلية بذهب وحجر كريم ولؤلؤ، لأنه في ساعة واحدة خرب غنى مثل هذا، وكل ربان وكل الجماعة في السفن والملاحون وجميع عمال البحر وقفوا من بعيد وصرخوا إذ نظروا دخان حريقها قائلين: أية مدينة مثل المدينة العظيمة؟ حسناً، ما هو موقعنا اليوم؟ في الوقت الحالي الدين الوطني الأمريكي يعادل 10.6 تريليونات دولار. 10.6 تريليونات. لم أفهم بمفردي، ربما بعض مشاهدين عبر التلفاز أو مستمعين عبر الراديو قد يعينونني على ذلك، إذ إنني لم أفهم كيف تقدم الحكومة رزمة تحفيز من حوالي 900 مليار دولار. من أين لها المال؟ فبالنسبة لي أحبائي، ليس هناك سوى خيارين: إما هي تطبع المال أو تستعيره. ربما هناك وسيلة لا أعرفها، بل أعرف وسيلتين فقط: إما الطبع أو الاستعارة. فإن طبع لتعزز التضخم بشكل لا يضبط، وإن استعير غرقنا في الدين أكثر، وديننا أصلاً 10.6. أتعرفون انعكاس ذلك عليكم؟ أتدركون تداعيات هذا؟ سأشرح لكم بالأرقام. في عام 1900 بلغ الدين الوطني 1.2 مليار، ما كلف كل منكم 16 دولاراً، وهذه كلفة قد تتحملونها. أما بحلول عام 1950 فارتفع ديننا الوطني إلى 256 مليار دولار،
ما كلف كل منكم $1,700. وبحلول عام 2009 بلغ ديننا الوطني 10.6 تريليونات، ما كلف كل منكم 34,795 دولارا. هو ذا ديننا الوطني. المسألة لا تقلقني كثيرا، فأنا أثق بأننا قد نتدبر أمرنا. قال واحد: لو جمعت النساء كل الفكة من حقائبهن لغطينا الدين. بأي حال لا تقلقني المسألة، بل أتعلمون ما يقلقني؟ حين نتحدث عن الدين الوطني وعما يواجهنا، سأخبركم ما يقلقني، إليكم ما يقلقني. الدين العام لا يقلقني، بل الخاص. فيبلغ الدين الخاص 53 تريليون دولار. نحن أمة غارقة في الديون، هذه حقيقتنا، أمة تعيش على الدين. من هنا قول الكتاب إن خلال ساعة يخرب كل الغنى، كله. أحبائي، لكل منا رأيه، بل أؤكد لكم اليوم أن ديننا لم يبقى كما كان، بل اختلف تماماً. سأطلعكم على بعض الأمور أيضاً. إنفلونزا الطيور. أتحدث عن ظواهر أثرت على البلاد كلها، وترون انتشار إنفلونزا الطيور باللون الأحمر، ولم يطل الأمر حتى طالت إنفلونزا الطيور الهند وبلاداً أخرى كالولايات المتحدة وأستراليا وغيرها من البلدان. وأؤكد لكم أننا وإذا لم نعالج المسألة سنشهد مآسي لا تحصى على صعيد العالم أجمع. وكما كانت أيام نوح، كذلك يكون أيضاً مجيء ابن الإنسان، لأنه كما كانوا في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون، إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضاً مجيء ابن الإنسان. عندما أستعرض كل آيات الكتاب، تلك التي تقلقني هي ولم يعلموا، تابعوا حياتهم ولم يرتابوا إذ لم يعلموا، فيما أعطانا يسوع كل العلامات التي يجدر بنتمييزها من دون أدنى شك، يجب أن نميزها. مع ذلك نقرأ: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضاً مجيء ابن الإنسان. قبل سنوات اشتهرت مدينة في إيطاليا تدعى بومبي، وبومبي كانت منطقة خلابة جداً، عرفت لسحر جوها. فهذه المدينة في إيطاليا قد عرفت بتميز موقعها، إذ تقاطر إليها الناس كمنتجع طبيعي، لأن على مقربة من المدينة استقر بركان ضخم اسمه سوفيوس، وبالتالي ذاك البركان الضخم كان يطلق بعض الحمم من وقت لآخر، لكنه لم يشكل خطراً على الناس، بل وفر لهم البركان مزايا استثنائية، إذ بفضله تزيت بومبي بالينابيع الحارة، وكان الناس يتهافتون من كل مكان ليستحموا في منتجعات بومبي. كان الاختبار رائعاً وقد استمتعوا به كثيراً. ونعم،
قام أناس يحذرون: عليكم بالرحيل، فالبركان سيثور عاجلاً أم آجلاً، عليكم بالفرار. بل كان العيش هنيئاً في بومباي، فكان المناخ مثالياً والمنتجعات رائعة الجمال. بالحقيقة آنذاك أيضاً نعم الناس بمياه جارية ساخنة في بيوتهم. وذات يوم ثار البركان واختفت مدينة بومباي في غضون دقائق. اختفت المدينة بأسرها. بالحقيقة اختفت بومباي اختفاء كاملا، حتى أنها انتست وطيلة 1700 سنة لم يسمع بها. كان عالم أثار ألماني يقرأ في مكتبة عندما قرأ صدفة عن بومباي، فاصطحب فريقا من العلماء وسافروا إليها ونقبوها. واليوم انتهوا من التنقيب وفتحت للزوار، فبإمكانكم أن تتمشوا في الشوارع وتتفرجوا على المنازل والمتاجر والمباني. بل الملفت أن حمم البركان هبطت بسرعة فائقة وغطت المدينة حتى أنها دهمت الناس حيث كانوا تماماً. وقد صادف العلماء خلال تنقباتهم أماكن ذات مواضع جوفاء، فكانوا إذا أدخلوا فيها أداة رقيقة فتحوها ليجدوا قالباً للناس حيث كانوا. إذ وعندما داهمتهم الحمم وغطتهم بردت أجسادهم الحمم فتشكلت التجويفات. وإذا مشيتم في الشارع ترون عائلة بكاملها تجلس حول مائدة الطعام، أو ترون رجلاً يدفع عربته على طول الشارع حيث داهمته الحمم تحديداً، أو ترون امرأة تحمل مجوهراتها بيدها وتركض في الشارع لتتفادى الحمم. لم يستعدوا، إذ لم يعرفوا حين فجأة انتهت حياتهم. أحبائي، دعونا أنا وأنتم لا نفوت دعاء الله الأخير. Someday you'll hear God's final call to you. Someday you'll hear God's final call to you. This could be it, my friend, if you but knew God's final call. God's final call. If you reject God's final call of grace, you'll have no chance your footsteps to retrace. All hope will then be gone, and doom you'll face. Please consider what you can do for those who still don't know about Jesus. As the Holy Spirit impresses, you may send your tax-deductible gifts to Kenneth Cox Ministries, Post Office Box 1027, Loma Linda, California, 92354. Or call us toll-free at 888-747-1844. Thank you for helping us to bring the blessed hope to millions all around the world.